سيباستيان كما تذكرون كان قد هرب من فرنسا إلى إسبانيا بحثا عن أمه، والتقى راعي غنم صغير مكث في مزرعته مدة أسبوع يساعده هو وبال في رعاية ماشيته، لأن لاكي كلبهوان كان قد أصيب بجرح بليغ ووضع قيد المعالجة. هل تتذكرون هذين الاثنين؟ إنهما مندوزا ومونوز، الرجلان اللذان حاولا سرقة بيل من سيباستيان. بعد أن تمكن سيباستيان من الهرب منهما لحقا به مصرين على الاستيلاء على الكلب لبيعه، وتحملا شتى المخاطر والمجازفات بحثا عن سيباستيان وعن كلبه بيل. أنا مرهق يا مندوزا. سنصبح أغنياء إذا وجدنا الكلب، كن صبورا، مفهوم؟ هل نستطيع إيجاده فعلا؟ طبعا يجب أن نجده، وإلا لن نصبح أغنياء أبدا. حتى متى سنستمر على هذه الحال؟ قليل من الماء يكفي لتسيير هذه العربة، قليل من الماء، هل تفهم يا أخي؟ أنا تعب جدا. ها انظر، هناك مزرعة، لنطلب منهم بعض الماء. هل يوجد احد هنا؟ هل استطيع مساعدتكما؟ صباح الخير. مرحبا، هل نستطيع الحصول على بعض الماء للشاحنة ولنا؟ تبدوان قلقين، تستطيعان الحصول على حليب الغنم ايضا. ادخلا. شكرا لله، لكن كيف ندخل؟ هذا الباب لا يفتح. هذا افضل. تفضلا. شكرا شكرا. اهلا. لماذا جئتما الى مكان كهذا؟ انه مكان بعيد وغير مقصود. جئنا بحثا عن كلب سرق منا. كلب؟ اي نوع من الكلاب؟ اسمه بيل، كلب من جبال البيريني. جميل. كم هو جميل. من الصعب وصفه، ثم انه قوي وذكي وليس له مثيل. حتى مندوزا ضعيف امامه. اسف. وهل هذا الكلب لك؟ طبعا طبعا طبعا. ما الذي يضحكك؟ نعم، لا داعي للضحك ابدا. رجلان كبيران مثلكما يضيعان كلبا. لم نضيعه، بل سرق منا. نعم، اللص سرقه منا. لا بد انه ماهر ليستطيع ان يسرقه منكما. انه ولد يدعى سيباستيان. انه فعلا شخص مهم لكي تبحث عنه. تفضل. سأخرج لأنهي عملي. ها سمعتما؟ سأخرج لإنهاء بعض الأعمال. هذه الجبنة هي الأفضل في العالم، خذا وقتكما في أكلها. عجوز غريب. ما أحمق رجلين وصلا إلى هنا. الوليمة بعد العمل تكون لذيذة جدا، أليس كذلك؟ نعم. أتمنى لن نستطيع أن نعمل معا دائما يا سيباستيان. شكرا، كيف حال لك؟
كان الطبيب الأمر لن يستغرق طويلا، لكن مضى على غيابه وقت طويل. سنضطر للرحيل عندما يعود لك. هل أنت فعلا مضطرا للرحيل؟ نعم، أنا ذاهب لرؤية أمي. لقد تذكرت. سيباستيان، ماذا؟ هناك أمر سيء جدا أريد إخبارك به. رجل يدعى مندوزا جاء يبحث عنك وعن بيل. حسنا، نحن مستعدان للرحيل. أين ذهب الرجل العجوز؟ نعم، إنه هو مندوزا. نعم، قال إن بيل هو له، لكنني أعرف أنه يكذب. حتى لو كان ذلك صحيحا، فإن الرجل الذي هاجمه الكلب البراني لابد وأن يكون رجلا سيئا جدا. شكرا لك، شكرا. لدي أفضل نظرة في العالم نحو الأشخاص. شاحنتهما قادمة نحو هذا الاتجاه. اختبئا هناك يا بيل وسيباستيان. نعم. أسرع يا بيل. هيا اختبئ بسرعة يا بيل. حسنا حسنا. هل أنتم راحلان؟ أجل، شكرا لك أيها العجوز. شكرا، الجبنة كانت فعلا لذيذة. خذا حذركما، هناك وسادة جيدة يا مندوزا. نعم. أيها العجوز دعنا نحصل عليها. كلا، ليست هذه. إنه سيباستيان. هنا سيباستيان. إنهما فوقك مندوزا. أهرب إلى القصر يا سيباستيان. نعم. أيها العجوز، شكرا لك على خداعنا. ستدفع ثمن فئلتك، أعينك بذلك. منوز لنا العقلين. توقفا. إخوان، خذ طريقا مختصرة وساعد سيباستيان، ثم عد إلى المزرعة بعد أن تنتهي من عملك. مفهوم؟ نعم، فهمت. سأقوم بخدعة جميلة. كرة سيباستيان، هيا أسرع. جمعهما، هيا أسرع. سيباستيان، سأصدمك إذا لم تعطينا بيل. نعم. بل اركض الى القصر. انهما يركضان نحو القصر يا مندوزا. حسنا، ساحاصرهما هذه المرة. إنه يسخر منا. لا تقتربا. ماذا لك بمين؟ حاول أن يخدعنا هذا الصبي. إنه يلوح ثانية، إنه يسخر منا. مندوزا، انتبه، الجدران تتساقط، انتبه. لا. من هنا يا بيل. انتبه. الطريق مسدود. سيباستيان، شكرا. بيل،
يا مونوز، بل سيصبح لي قريبا. الجسر لن يتحمل. لقد وقعا بالفخ. هيا بنا. سوف تدفع ثمن فعلتك يا سيباستيان. ها قد عدنا. ها أنتم بخير؟ نعم، أجبرنا شاحنة على الوقوع عن جسر القصر. رائع. لكنهما مصممان على الإمساك بنا وأخذ بال. لا تقلق، أنا معكم وسأحميكم. هذا صحيح، دع الأمر لجدي وهو سيتصرف. خذ واشرب. النجدة، أنا تعب جدا. سأريهم ماذا أفعل عندما أغضب. سأنال منهم. تعال يا مونوز. حسنا، أنا قادم. افتحوا الباب، افتحوا الباب. نعرف أن بيل وسيباستيان يختبئان في الداخل. هيا افتحوا الباب. نعرف أن سيباستيان هنا هو وبيل. افتحوا الباب. اضعوا إلى فوق، سأبدأ الخطة. القسم الأول من الخطة يتنفذ. نعم نعم. افتحوا الباب. أتتني فكرة. أعطني الولاعة. اسمعوا، سأنتظر دقيقتين فقط. إن لم تفتحوا الباب سأشعل النار في هذا البيت. هل فهمتم؟ لما لا تقوم بالعمل الآن؟ أريد أن أرتاح. أنا مرهق ولا أريد القيام بأي عمل. حقا. هل فهمتم؟ دقيقتين فقط لنجلس وننتظر. هل أنت بخير أيها العم كورتيز؟ لا تقلق، لن أدعه ما ينالاني منك. سأقوم بحمايتك يا سيباستيان. لكن كيف؟ دع الأمر لي. حسنا، هيا بنا. انتهت مهلة الدقيقتين، افتحوا وإلا سأحرق البيت. الفكرة لم تنجح. لا أستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك. أنت ترميها بالاتجاه المعاكس. باستطاعتي أن أشعل النار في هذا المنزل، لكن لنستعمل أجسادنا ونحطم الباب. اكسر الباب يا مونوز. عار عليك. انتهيت. اختبئوا. هيا. نعم. لنحاول معا. لم اكن اعرف انكما موجودان امام الباب. اين بيل وسيباستيان؟ ماذا؟ لم افهم عليك. ايها القادر، سنبحث عنهما على طريقتنا الخاصة.
ماذا هذا؟ ماذا يجري هنا؟ فهم، لنبحث في العلية. أنزل السلم أيها العجوز. لا يوجد شيء في العلية. أنزل السلم فورا. فهم فهمت، ابحث بنفسك. هيا بنا يا منوز. حسنا. ايه انت، انتظر لحظة، هل هذا ما تبحث عنه؟ ها؟ بندازا. هذا هو، انا متأكد، لا تدعه يهرب هذه المرة. هيا ايها الأحمق، سأقبض عليك. ماذا؟ أين اختفى؟ لنفتش عنه. أيها الأولاد، انزلوا إلى هنا. هيا. أصبحا بعيدين الآن، إنهما يبحثان عن هذا الشيء. أنت رائع يا جدي. أعتقد أن هذا هو ذيلبان. توقيت جيد. من هو يا جدي؟ إنه لك والطبيب. عاد لك إلى المنزل ولك. إذا باستطاعتي التكفل بأمرهما بسهولة. لاكي، يوهو، لاكي، هل هو بخير الآن؟ إنه بخير. لاكي. أليس هذا نباح كلب يا مونوز؟ نعم، نباح كلب. ربما ما زال بيل داخل المنزل. نعم، أنا متأكد. الأوغاد لقد خدعونا ثانية. أوغاد؟ ستدفع الثمن غاليا يا سيباستيان. يزعم ذلك. هيا بنا يا مونوز. ماذا؟ لقد خدعتنا أيها العجوز. أين بيل؟ أعطينا بيل. توقفت. لا تزعجنا أيها العجوز. هل تسمي هذا الكلب بيل؟ توقفت توقفت. اسمه لاكي. ماذا يجري هنا؟ إنه ليس الكلب نفسه يا مندوزا. نعم، هذا ليس بيل. أنت مجنون بما تسميه بيل. لا يوجد أي كلب بهذا الاسم في هذا المنزل، أليس كذلك أيها الطبيب؟ أخبرهما من هو هذا الكلب. هذا الكلب هو لك، إنه يخص كورتيز وغوان. ها من أنتما؟ لا لا، نحن لا. شكرا لك أيها العجوز، شكرا. هذا غريب، كنت متأكدا أنني رأيت ذلك الكلب الأبيض. أين اختفى؟ مندوزا، حتى متى سندفع هذه العربة؟ أين اختفى بيل؟ لن أستسلم أبدا، سأجده مهما كلف الأمر. على كل حال، هل تستطيع هذه الشحنة؟ اسكت وادفع. اسكت. لاكي، هذا بيل وهذا سباستيان، قام بمساعدتي أثناء غيابك. أنا آسف. أنت هنا أيضا يا بوتشي؟ إنهما شبيهان ببعض.
لكي أنت كلب لطيف. شكرا لك. لكي هيا بنا الأغنام تنتظر. هيا لطيفان. ها لقد رحلا. رحلا؟ عندما عاد لك أصبحت قادرا أنت وإياه على الاهتمام بالماشية، فقرر سيباستيان. ماذا؟ توقف يا هوان. هوان، سيباستيان في طريقه لرؤية والدته، لا يستطيع البقاء هنا إلى الأبد يا هوني. هل فهمت؟ قال إنه يؤلمه توديعك. هوان، أعتقد بأنك ستفتقد بوتشي. إلى اللقاء. إلى اللقاء.